وبفيديوهات بدايتي بالأعمال اللي قدمتها، كل شيء حلو فيه. على ذكر البدايات، من بسمات وطن، كيف الوطن هلأ؟ الوطن موجوع. موجوع بيتعافى بس، ما هي؟ إن شاء الله بيتعافى. إن شاء الله. حاسك رح تبكي؟ لا. ليه؟ لا، ما أنا قلت لك مبسوطة بالحلقة وهيك، ما بدي شيء يعني يزعلني. ما عاش اللي زعلك؟ مذيع الحلقة زعلك؟ لا مين اللي زعلك؟ بدي الحق عليك سكت. قلت لك بالحلقة مبسوطة. تيشوز يا شباب، مين اللي زعلك؟ هيك عم مين اللي زعلك؟ بس قولي مين اللي زعلك؟ المخرج؟ لا دندل، محمد دندل اسمه، إذا حابه تدعي على حدا. عندنا المخرج محمد دندل، لا عندنا يوسف، عندنا شباب كثير. أي حدا، مين بدك تدعي عليه؟ لا ما حدا، ما بدي. طيب شو خير؟ طبعاً قبل ما نجي على البرنامج قالت لي أنا ما بحب الأسئلة المحرجة ولا بحب الأسئلة الصعبة، فحسألك كيف الجو؟ ظريف. عمد شو أخبار الطقس؟ كيفك أنت؟ الحمد لله. وأنت كيف؟ مو كويسين، العيلة كويسين. الحمد لله بخير، الأهل كويسين، بيجننوا بيسلموا عليك. يعني خايف أسألك عن شيء يطلع من هلأ كل ما تسألني شيء قال إفكي على كل ما نتهرب من الجو. على ذكر الكذب، عم تقول راضية أنه بتكذبي كذبة بيضة، صح؟ أنا ما بحب الكذب أبداً. أبداً. تذكري لك شي كذبة كذبتيها؟ هلا أنا بكذب أوقات. حلو الصراحة. ريوايند. هلا قلت أنا ما بحب الكذب، بعدين قلت لها أنا بحب الكذب. لأني ما بعرف كذب، قلت لك. لا هلا أوقات بتكذب بالحياة كذبات صغيرة مشان تتهرب من شغلة. بس أحيانا كذبات صغيرة بتطلب إنه كذب كمان حتى. لا بس مش كذب يأذي الناس أو تأذي.